احنا وصلنا لاخر فقره، والفقره دي اسمها انت مين. لو قلت مكتوب اسمك ايه في البطاقه، اسمك ايه ومواليد ايه واسرتك ايه، تاكل ايه، بتشرب ايه، هوايتك ايه، الكلام ده كله، انت مين؟ يعني من خلال البطاقه كده، الاسم ماهر مصطفى همام. نعم. تاريخ الميلاد 3/10/56. كويس. الحاله الاجتماعيه متزوج، عندي 3 اولاد، بنتين وولد، ما شاء الله، ومتجوزين، وعندي احفاد. احفاد انا اتكلم على الاحفاد. طيب هقول لك ايه، طب عرفنا على اسرتك بقى، المدام وعلى الولاد وعلى الاحفاد، وهل في الاحفاد هنشوف ماهر همام جديد؟ والله كابتن، يعني انا عايز اقول لك اني في مفاجآت في اسرتي. زي عندي 2 توأم بيلعبوا كرة يد في النادي الاهلي، واحد حارس مرمى. عمر. اما انت كنت حارس مرمى في بدايتك. وعلي مدافع مهاجم وسكورر، مجلة الاهلي بتكتب عنه في كرة اليد. ما شاء الله. وكل اللي بيشوفها كابتن مصطفى بيقول يعني ده في المستقبل اللي جاي حاجة جميلة جدا. مفيش حد فيهم كورة؟ في بقى نوح ده من البنت التانية، يعني رجليه زي فروج جعفر كده، ياخد بالك، وشكله كده طالع، يعني استيفان روستي شكله طالع ان هو في اكاديميه الاهلي، هيلعب في نص الملعب. يعني شايفه في نص الملعب، انا شايفه هو ولد الصغير كمان. ادم ده نفس المواصفات. عرفنا على زوجتك. ايمان. أيوة. زوجتي خريجه تجاره، وجيراني يعني العماره اللي بعديه نفس الحي، وانت بتشوفها من بلكونه. بنت الجيران بقى، بنت الجيران. حب الجيران. حب بنت الجيران. ما شاء الله. واستمر بقى لحد ما ربنا وفقنا. انت فاكر احنا حضرنا الفرح؟ طبعا شرفتوني يا كابتن، وقلنا لك عاوزين صور، قلت حاضر لحد النهارده. ادي الصوره بتاعتك انت والمدام في سبحان الله في الاهرام. في الهرم. طيب انت هوايتك ايه في حياتك يا ماهر، غير الكوره وغير ايه هوايتك اللي بتعملها؟ بص يا كابتن، انا امن مكان ليا البيت. 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 يعني انت بيتي قوي. بتحب العزله؟ يعني شفت يعني الصوره دي؟ الحاجه بقى الله يرحمها. الله يرحمها ويحسن دول اخواتي. دي كانت فين دي يا ماهر؟ دي كانت في المقاولين العرب، ماشي الاعتزال. ودول اخواتي بقى، وكانوا موجودين معايا واولادهم. ربنا يرحمها ويخليهم لك اخواتك. ربنا يكرمك. يعني انت بتحب العزله؟ يعني البيت يا كابتن مصطفى بحس انه امن مكان. ما بتحبش اللمه؟ يعني لما بقى يوم الخميس ده بعمله لاحفادي بقى واولادي. نتجمع فيه كلنا، وانا قريب من اهل مدينه نصر، فالبيوت يا كابتن مصطفى بتبقى ضيقه على العيال اللي كترنا ما شاء الله. طيب ما عندكش اي هوايات تاني؟ يعني ما بتخرجش، ما بتروحش سينما، ما بتروحش تصطاد؟ انا كنت غاوي بقى الافلام اللي هي الاكشن يا كابتن مصطفى. الافلام الاكشن. الاجنبي بالذات. الاجنبي، جيمس بوند بتاع بالظبط. فتلاقيني بقى جايب القنوات اللي هي عندي. طيب انت طالما بقى غاوي الافلام، انت بتتفرج على الافلام ابيض واسود؟ طبعا يا كابتن. ايه طبعاً الافلام اللي بتعجبك؟ كل سلسله اسماعيل ياسين. كل واحد يقول لي اسماعيل ياسين. مش ممكن. فيلم كده قول لي عليه من افلام اسماعيل في الجيش، واسماعيل في الطيران، وفي البوليس، واسماعيل ياسين كابتن مصر. والناس كتيره جدا ما تعرفش ان اسماعيل ياسين عمل فيلم كابتن مصر. والله العظيم اول مره اسمعه. والله تخيل، اسماعيل ياسين كابتن مصر. ده فيلم قديم ابيض واسود. اتفرجت عليه انت؟ اتفرجت عليه. انا كان عندي نادي فيديو يا كابتن مصطفى. ايوه كنت جايبه. طب الفيلم ده عندك لحد دلوقتي؟ لا خلاص بقى، خلاص.